بالنسبه لبنات الكيسول على الانستغرام ديالي واحده كنحط فيه تنسيقات افكار كنبارطاجي معكم اي حاجه درت في النهار في لي ستوري كتقدروا تواصلوا معايا كل نهار وتبارطاجيو معايا الافكار ديالكم اللي بغيتو دونك دخلوا عندي الانستغرام باش تكونوا قراب مني اكثر وتعرفوا عليا اكثر وتشوفوا النهار ديالي كيفاش كيدوز. سلام البنات، مرحبا بكم معايا في الفلوغ الثاني في لاشين ديالي. الفلوغ ديالنا بادي كما كتشوفوا من هذا المنظر الغزال، والوجهه ديالنا ان شاء الله غادي تكون اليوم لمدينه ورزازات. من بعد ما فقنا ولبسنا الحويجات ديالنا وتقدينا وتصورنا وداكشي كامل، جمعنا لي فاليز ديالنا حطيناهم احدى الخيمات ديالنا فين كنا بايتين وجينا باش نفطروا. الفطور كما كتشوفوا كيبقى مفتوح، اللي فاق كيجي ياخذ داكشي اللي بغا وكيجي يفطر وكيتحرك للبليصه فين دايرين اننا غادي نجمعوا. صراحه ما سخيناش بهاد البلاصه نهائيا. من بعد ما سالينا الفطور شدينا الطريق ديالنا لورزازات، وفي الطريق لقينا هاد السوق هذا. هاد السوق كيبيعوا فيه الملاحف، القنادر، بزاف ديال الحويجات اللي يمكن لكم تاخذوهم ككادو لشي حد اخر، الام ديالكم، خوتكم، صحابكم، اللي بغيتو. كيبيعوا البلاغي، كيبيعوا كلشي، وميم طون دايرين هاد الخيمه هادي. هاد الخيمه كيتصوروا حداها الناس، كتلبسي دوك اللبسات ديال الشلحه. صراحه لبسناهم فابور. هاد السيد اللي دخلنا عنده، الا كان كيشوف هاد الفيديو اولا شي حد شافنا عنده وشاف هاد الفيديو، كنقول لكم شكرا بزاف، فريمون تعاملوا معنا زوين. والكاملين الجروب كامل لبس اللبسه ديال الشلحه فابور. جينا ولبسناهم وتصورنا تما، صراحه جاو تصاور غزالين. الا بغيتو تشوفوهم غادي تلقاوهم في الانستغرام ديالي. تصاور جاو غزالين، وحتى الاضاءه كانت تما زوينه، فريمون الكولور ديال التصاور كيخرج الطوب. وكما كتشوفوا هنايا كيبيع داكشي ديال الشلوح، يعني تذكارات، سيكان، بلاغي، اللي بغيتو غادي تلقاوه تما. كل ما يتعلق بداكشي ديال الشلوح وديال التذاكر غتلقاوهم عنده. بعد جينا لهنا لهاد لي غورج، فريمون ما شاء الله ما شاء الله كيفاش ربي هز هاد الجبال وحطهم بحال هكا. عرفتي شحال كبارين يا البنات، فريمون كيبان بنادم معاهم صغير، كبارين بزاف. وربي جا في الوسط ودار في وسط منهم طريق، والماء هكاك دايز، عرفتي فريمون كبار كبار. والماء انتم كيفاش كتشوفوا صافي صافي، ما فيش حس الوسخه، وبارد في داك الصاد، عرفتي كي كتحسي بداك الماء راه كيف الناعم. مشينا تما درنا فيهم تصويرات، دخلنا شفنا الجو كيفاش داير تما، شفنا دوك الجبال كيفاش هكاك، داك الميلونج ديال الجبل مع السماء كيفاش لي كولور ديالهم، حتى هما درت فيهم تصويرات. من بعد شدينا طريق لوتيل ديال ورزازات، حيت كانت هذا النهار كان عندنا غير في الطريق والبياتة في ورزازات. عاد الغد لي غادي نديرو لي زاكتيفيتي وسط ورزازات. هنا لوتيل ديال ورزازات سميتو لا بيرل دو سود. كان زوين، السيرفيس ديالهم زوين، الماكله زوينه، لي شومبر ديالنا اللي عطاونا زوينين. كلشي صراحه كان فيه هو هذاك. ما عندي صراحه حتى شي تعليق على لوتيل. كاع لي زوتيل اللي جلسنا فيهم في هاد الربع ايام هادي كانوا زوينين، كانوا في المستوى، يعني كتحطي فلوس كنتي ضامنه باللي غادي تباتي في شي بلاصه اللي تستاهل.
بعد هنا جيت نكتشف معكم لا شومبر بحال ديما. كانت زوينه حتى هي، حيت حنا فاش بتنا في دوك الخيمات ما كانش عندنا البريز ديال الضو، يعني ملي بغينا ندوشو ما لقيناش باش نشفو شعرنا، ما لقيتش باش نصاوب شعري. كان هاد الصعوبه لقيناها في دوك الخيمات اللي لقينا في اللي بتنا فيهم في الصحراء. هنا في الاوتيل بان لنا بحال الجنه ملي لقينا البريزات يعني كاين فين تصاوبي شعرك، كاين فين تشارجي، فريمون عجبنا الحال بزاف. وحتى لا شومبر كانت زوينه، الفراش كان مريح، دايري الكتليليجا ديالك فين ديري فيها اللي بغيتي، الدوش كان فيه الماء سخون، كلشي كان هو هذاك. وهنا هبطنا بدلنا حويجاتنا بيان سور ودوشنا وداكشي وهبطنا لابيسين. من بعد قال لنا السيد بلي يمكن لكم تعوموا في لابيسين الا بغيتوا، حيت حنا كان كيصحابنا بلي مع كورونا وداكشي ما كيعوموش. قالنا يمكن لكم اللي بغى يعوم. من بعد لنا عاود بدلنا حويجاتنا وهبطنا ديك الساعات نعوموا. فريمون الليله دازت غزاله. حتى لهنا غادي يكون الفلوق ديالي تالا، ما بغيتش نطولوا عليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف وتملوا. نتلاقاو ان شاء الله في الفلوق الثالث، وما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم، شاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حتى جديده، وما تنساوش تدخلوا تشوفوا التصاور اللي درت في هذا الفواياج في الانستغرام ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.